الموقع اللي قدامكم ده من أجمل المواقع المجانية طبعا، وتقدروا تستخدموها في عرض نص أي فيديو على اليوتيوب. حطوا اللينك هنا يطلع لكم الفيديو زي ما أنا عملت هنا مع هذا الفيديو، حطيت اللينك طالع على اليمين أهو النص، والحمد لله كمان في ميزة اللي هو بيجيب لك في أي ثانية في الفيديو. والجميل ان انت لو مثلا رحت على اي جزء معين وليكن ده، اضغط عليه يجيب لي ده فين في الفيديو اهو كده. ده الموقع الاول، وعلى فكرة تقدر، هو عندهم اكستنشن تقدروا تثبتوه ويكتب لكم لو انتم عندكم عارفين جوجل ميت او عارفين زوم، عندكم كده لقاء عبر زوم او جوجل ميت، تقدروا من خلاله بقى يجيب لكم كل اللي انتم بتقولوه الطرفين، انت والطرف اللي انت بتتكلم معاه في الميتنج، يكتب لكم النص كامل. المجاني بتاعه ليك 10 مرات في الشهر. اما هذا فهو الموقع التاني، اتكلمت عنه قبل كده، youtubetranscript.com، وحطيت هذا الفيديو وطلع لي النص هنا، لكن بصراحة ده شكله منمق اكتر. واخيرا ده بصراحة اللي انا بستخدمه، لكن ده مدفوع، وانا منصحش ان انتم تدفعوا دولار واحد في حاجة ليها بديل مجاني زي هذا البديل او هذا البديل. هتلاقوا الروابط في التعليقات او في صندوق الوصف على حسب انتم بتشوفوني من انهي منصة. وكالعادة انتم خلاص عارفين وحافظين، دلوا غيركم عليه. ليه؟ لان الدالة على الخير كفاعله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.